الكبير استاذ عماد الدين اديب. اهلا بيك يا فندم. ازيك استاذ عمرو؟ الاول يعني انطباع بشكل عام وبعدين نتكلم في عدد من اللقطات والمشاهد. انا بس عايز اقول لك ان انا في جده من 10 ايام والنهارده طول النهار في المؤتمر وامبارح في المؤتمر، فعشان كده لما بكلمك عن موضوع أنا يعني متابعه وعايشه. حضرتك سميت المؤتمر على أنه موضوع أو مؤتمر عودة سوريا. هو عودة سوريا خطوة مقابل خطوة، يعني أنا بسميه كده، لأنه الأسلوب الذي اتبع مع الدولة السورية هو من الاجتماع التشاوري اللي كان موجود في عمان وحضره عدة دول وكان منه مصر وكان متولي وزير الخارجية الأردني، تم طرح مجموعة أسئلة صريحة واضحة من جانب وزراء الخارجية، وكان فيهم طبعا وزير الخارجية السعودي، وكانت أسئلة مباشرة وطلب إجابات مباشرة وتعهدات مباشرة، وبناء عليه تمت دعوة فخامة الرئيس السوري إلى جدة وحضر القمة. طبعا قبلها على مستوى الوزراء الخارجية تمت إعادة سوريا، لكن يجب أن نكون يعني بمنتهى الحذر والدقة. كل خطوة تقوم بها سوريا مشكورة سيقابلها التحية أو الرد بتحية أفضل منها من الجانب العربي، وتحديدا احنا عندنا مجموعة أسئلة واضحة جدا، يعني ما تقدرش تعمل ربعها أو نصها أو جزء منها أو تقول هتعمل وما تعملهاش. نمرة واحد هي عودة اللاجئين والنازحين، نمرة اثنين في بيزنس بعشرة مليار دولار له علاقة ب حبوب مخدرات الكابتاجون التي تهدد الشباب والحدود الأردنية والسعودية، في تهريب سلاح وبشر لدولة الأردن، في نفوذ دول يعني معادية لمنظومة الأمن العربي موجودة و86 ميليشيا منتشرة داخل الأراضي السورية، في أمور كثيرة، في بدء الإصلاح السياسي، في بدء الحوار مع المعارضة. طبعا ده كله يعني لن يحدث بين يوم وليلة أو هيحصل مرة واحدة، لكن مقابل كل خطوة ومقابل كل تقدم سوري سيقابله اقتراب وتقبل عربي. هنا بقى النقطة اللي لازم نتوقف أمامها، إنه رئاسة هذه الدورة من جامعة الدول العربية في الاجتماع الـ 32 لها سلمت من الجزائر للمملكة العربية السعودية. هذا الملف يشرف عليه مباشرة ولي العهد السعودي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. من يعرف الأمير محمد بن سلمان عن قرب يعرف أنه في ثلاث حاجات وانت بتتعامل مع حتى على المستوى الشخصي لا تعد بشيء لا تستطيع أن تفي به، إذا وعدت بشيء عليه أن تنفذه كما وعدته به. عنصر التوقيت هو عنصر بالغ الأهمية، يعني لو قلت أنا هعمل كذا فتعمله وبعدين تعمله زي ما وعدت به وتعمله في الميعاد اللي انت قلته. هذه الرئاسة ليست رئاسة متابعة بيان صدر عن قمة كله عبارات بلاغية جميلة محسنات بديعية دغدغة مشاعر شعبوية، ولكنه له آلية تطبيق وله آلية متابعة وله سيستم موجود في الديوان الملكي السعودي والدبلوماسية السعودية وفريق ولجنة موكل إليها متابعة ما تم الاتفاق عليه. طبعا السعودية لن تفعل ذلك
وحدها ولكن ستفعله مع شركاء لها مهتمين بهذا الموضوع، فيهم مصر، فيهم الإمارات، فيهم الأردن، يعني في عدة أطراف مهتمة بإعادة تأهيل سوريا. النهاردة طبعا الملفت للنظر يا أستاذ عمرو، ويجب أن تتوقف أمامه، أيوة، لمحة يعني مهمة جدا وعبقرية، هي وجود الرئيس الأوكراني. بس أهمية الرئيس الأوكراني مش لكونه الرئيس الأوكراني، ولكن أنه في نفس القاعة هي 1500 متر يوجد الرئيس الأوكراني والرئيس السوري. الرئيس الأوكراني هو يعني الرجل المفضل لدى واشنطن والعدو الأول لدى بوتين، والرئيس السوري هو الحليف المفضل لدى الرئيس الروسي والرجل المفروض عليه عقوبات استثنائية من قبل الإدارة الأمريكية وعدو للمصالح الأمريكية. أن تجمع الأضداد تحت سقف واحد من غير ما يقوموا ويأكلوا بعض، وتستطيع الدولة اللي هي داعية الطرفين وعلى علاقات جيدة بالطرفين انه يقبل كل طرف هذه وجود الاخر، وجود الاخر، وجود الاخر، لا ده معناه انه العالم يعاد تشكيله، وما كان مستحيلا في الماضي علينا ان نفهمه ونهضمه ونتعامل على خلال. ليه؟ لانه مصالح دوله زي السعوديه ومصالح دول الاعتدال العربي هي ان تكون على علاقات متساويه مع كل الأطراف عشان تستطيع تعمل زي اللي عملته مثلا السعودية في سبتمبر 2022. يوم 21 سبتمبر نجحت السعودية في وساطة كان فيها 250 شخص في أوكرانيا ما بين الدولتين، تبادل أسرى فيهم 32 أوكراني و10 أجانب. والرئيس الأوكراني شكر الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي شكر الأمير محمد بن سلمان. هنا أنت تقدر أنك أنت لما تكون على علاقات متساوية وعلاقات عاقلة ومنضبطة مع الجميع، أن يعرف العالم، أن يعرف العالم أنك أنت ما بتلعبش لعبة حد، ولكن أنت تدافع عن الأمن القومي والمصلحة العليا لبلادك ولمنطقتك. أستاذ عماد، طب خلينا نكمل في سياق الملف السوري. في سؤال مهم، ايه اللي يخلي سوريا تنفذ هذه التعهدات؟ يعني الان بعد 12 سنة ايه اللي هيخليه النهاردة ينفذ هذا الامر؟ يعني كل هذه الاشياء لماذا يغير من انا هدي لك وصف بسيط وبعد كده هجاوب على سؤال حضرتك، بس هقول لك على لقطة حصلت النهاردة. احنا كنا في قاعة الاعلاميين في ما يسمى بواحة الاعلام في جدة. اول ما رئيس الجلسة سمو الامير محمد بن سلمان قال والان الكلمة لفخامة الرئيس السوري بشار الاسد، كمية التصفيق للوفد الاعلامي، يعني دي ما حصلتش مع اي وفد، يعني كل ما بيندهوا على رئيس او ملك او امير عادي بيطلع يقول كلمته، لكن الفرحه الغامره وكانهم لا يصدقون انه رئيسهم الان بعد كل هذه السنوات موجود. تقصد الوفد الاعلامي السوري؟ الوفد الاعلامي السوري الوفد الاعلامي السوري، ما انا عشان بقول لك واحنا في قاعه الاعلاميين. الوفد السوري صفق يعني بهستيريا وسعادة بالغة وصدق شديد إعجابا بأنه الآن رئيسنا السوري أصبح الآن وسط إخوانه القادة العرب ويلقي كلمة ويقابل بكذا وكذا 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 وكذا. الإجابة بقى على السؤال، هناك مصالح، يعني أنت لازم تفهم قصة الشاطر السوري، أشطر تجار في المنطقة هم السوريين، فإذا كنت بتتكلم على أي صفقة أو بيع أو شراء فتقدر تفهم أنه لا يوجد يعني حد من هذه المنطقة ما بيعملش بيزنس ملوش مصلحة فيه. أولا
معنويا إعادة التأهيل في المنطقة، ثانيا الخروج من عقوبات قيصر المفروضة عليه، ثالثا هو يندمج مع المنظومة الإقليمية التي بدأت، وهنا حط تحت بدأت 60 سطر، ده جزء من اتفاق كبير طبعا، هو العودة العلاقات السعودية الإيرانية. فبالتالي كل طرف يعني مش صدفة انه انت من يوم 6 ليوم 10 مارس حصلت المفاوضات في بكين، يوم 11 كان في جنيف وفد يمني بيمثل الحوثيين والحكومة اليمنية عشان يتكلم على تبادل الأسرى، بعدها على طول وزير الخارجية السعودي موجود في دمشق، بعدها وزير الخارجية السوري موجود في الرياض، بعدها الإعلان عن بدء التمثيل الدبلوماسي وإعادة العلاقات، بعدها إعادة سوريا إلى من خلال مؤتمر وزراء الخارجية إلى مقعدها في الجامعة العربية، بعدها الرئيس بشار الأسد موجود النهاردة، والنهاردة غير اللقاء في يعني غير الجامعة، لقاء آخر موجود في جامعة الدول العربية في لقاء خاص مع ولي العهد السعودي. إذا أنت بتتكلم هنا، وهنا هقول لك الجملة الذهبية في هذا الموضوع، خطوة مقابل خطوة. عارف صندوق النقد الدولي بيتصرف إزاي يا أستاذ عمرو؟ نفس الشيء مرة هذا الموضوع. إنك أنت بتحط requirements، بتحط مطالب، الطرف اللي قدامك إذا استجاب ليها على طول بتاخد دفعة القرض. نفس الحكاية في العلاقات اللي هي مبنية تقوم على الخطوة خطوة، على إجراءات بناء الثقة، بيبي ستيبس، خطوات صغيرة تصل بها إلى نهاية كبيرة. مصلحة سوريا كمان في إعادة الإعمار، أنت بتتكلم على دولة خسائرها التقديرية 700 مليار دولار أمريكي في إعادة الإعمار، عشان ترجع 9 مليون فقدوا منازلهم أو منازلهم احتلت، فكر في الكلفة دي. أيضا لازم تفكر في أنه من يدافع عن القضية السورية في الخارج، مين ممكن يحاول يناقش الاتحاد الأوروبي أو أمريكا في إعادة تأهيل سوريا. كل ده ما تقدرش يعني إيران نفسها اللي هي الحليف الرئيسي لسوريا معاقبة بعقوبات أشد، ما يقدروش، ده هم عايزين أن ينجدهم يعني. لا، وروسيا دلوقتي اللي هي كانت القطب مش فاضية كمان، لأن موجودة في الحرب الروسية الأوكرانية. أنت تتحدث عن في الآخر الملاذ العربي والحضن العربي مهم جدا. بمناسبة دعني إلى كلمة بمناسبة الأحضان، لأنه أغلب الناس كانت بتوصف هذه يعني القمة أنه الأحضان والتوافق والعودة والأخره، حضرتك سيد العارفين أنه الموضوع السوري أنه يتحل أو أن سوريا تلتزم أو في كمان قوى أخرى بره العالم العربي هي اللي ليها يد في هذا الأمر. يعني مثلا انت لغاية دلوقتي بسبب قانون قيصر ده انت مش عارف توصل نفط، انبوب نفط للبنان. يعني انت حتى الان واضح ان الامريكان غير راضيين اطلاقا، ولا الاتحاد الاوروبي راضي اطلاقا عن الخطوة اللي انت عاملها دي. فانت هتقدر تتصرف ازاي؟ لانه سوريا مش بمزاجها، يعني سوريا لا تتحرك بارادتها، ونحن لا نتحدث عن دولة، اغلب الدولة مش في الايدي السورية، اغلب الدولة موجودة مع الاتراك، موجودة مع الامريكان، موجودة مع الروس، موجودة مع جهات عديدة. انا هرجع تاني اذكرك بما قلته، خطوة مقابل خطوة، بيبي ستابس. يعني مثلا انت الان الطرف المصري، الطرف السعودي، الطرف الإماراتي لديهم علاقات مقبولة أو جيدة أو رفيعة المستوى مع الجانب التركي، تستطيع أن تستفيد من ذلك في إعادة تأهيل. وسوريا بالفعل بدأت حوارات مع الجانب التركي، وإذا فاز أردوغان أو فاز زعيم المعارضة في نهاية الأمر في لقاء هيتم ما بين هو أبر هيكون الرئيس التركي
الدكتور بشار الأسد. ففي النهاية هناك ملف لازم هيفتح بالنسبة لتركيا، ممكن تبتدي تتكلم في مجموعة إجراءات، وأنت عارف أن هناك 100,000 طريقة تستطيع أنك أنت تقدم بها مساعدات أو إعمار بطرق مختلفة لإعادة تأهيل ظروف الشعب السوري، وجزء منها ممكن يدخل تحت نطاق المساعدات الإنسانية. وبعدين أنا عندي معلومة عايز أقولها لك، أنه السوريين والأمريكان لهم مصلحة في الحوار، وهذا الحوار قيل وتردد وتسرب أنه قد تم في مدينة مسقط العاصمة العمانية منذ 7 أيام، لأن هناك مصالح بترول، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، في أسرى غربيين ومنهم أمريكان موجودين داخل الأراضي السورية، فهناك مصالح ممكن أن يكون من المفيد. خلي بالك الأمريكان على مستوى التصريح السياسي شيء، وعلى يعني وقت ما كان الطالبان قبل ما الأمريكان ينسحبوا من كابول، كان بوساطة وبطلب أمريكي كانت قطر هي التي تدير هذا الملف، لأنه ما كانش الحكومة الأمريكية تستطيع أن هي أيوة طبعا يعني حد بيقدر أنه ياخد الملف ويخلصه بالنيابة أو بالوكالة أو من خلال علاقات معينة يعني. طب خلينا أهم شيء من وجهة نظري، أهم شيء بس أنا آسف لازم أقوله لك قبل أن ينفذ الوقت، أنه كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في كلمته، وهي كلمة مهمة، في سطر مهم قال إنه الأمن القومي العربي يجب إن هو يتشكل أو يصنع بواسطة أيدي عربية وبواسطة عربية. إحنا لفترة طويلة كان الأمن القومي العربي يتأثر بدول الجوار الغير عربية، هي تركيا، إيران، إسرائيل بأشكال مختلفة، وكان في تواجد أمريكي على أساس أن أمريكا كانت تشعر أن المنطقة دي مهمة لها، بعد الانسحاب من الخليج وبعد من الانسحاب من أفغانستان وإعطاء أولوية استراتيجية لجنوب شرق بحر الصين وتايوان والحرب الروسية الأوكرانية، الآن المنطقة يجب أن هي والعالم بيعاد تشكله، أنه الناس اللي هي واعية والمعتدلة 5-6 دول عربية المدركة شكل العالم الجديد اللي بتشكل، ان تكون موجودة وتستطيع ان تضغط وتستطيع ان تساهم في بناء الامن القومي العربي. خليني اعرض على حضرتك هتحصل اعرض على حضرتك لقطتين. اللقطة الاولى ويعني انا مستند لرويترز ومستند لوكالات انباء وصحفيين ومصادر وناس كتير، أن أمير قطر قد غادر القمة قبل كلمة الرئيس بشار الأسد، وأنه لم يحضر هذه الكلمة، وفي إشارة أنه هو يعني واضح، إحنا عارفين طبعا الموقف القطري من الأول، بس القطريين قالوا إحنا مع الإجماع، يعني إحنا موجودين علشان هناك إجماع فإحنا مش عايزين نخرج منه. في الجانب الآخر كان السوريين قبل كده مصادرهم كلها بتتكلم أيضا على أنه الرئيس بشار الأسد وقف مع الأمير تميم وتحدثوا سويا والآخر لوقت، ولكن لم نتأكد بقى من هذه المعلومة، إنما المعلومة الأكيدة أن الأمير تميم قد غادر جدة قبل كلماته وغادر القمة. شايف اللقطة دي إزاي؟ أنا أولا يعني ما عنديش المعلومة التي تؤكد سبب مغادرة الأمير تميم، لكن من حق سمو الأمير تميم ومن حق دولة قطر أن تتخذ ما تراه مناسبا في قضية خاصة بإعادة العلاقات أو التطبيع مع دولة عربية. يعني إذا كان من حق أي دولة أنها تقيم علاقة مع إسرائيل، فمن حق أي دولة أن هي تقيم علاقة مع سوريا أو لا تقيم، أو ترفع التمثيل أو تهبط التمثيل أو تدي مساعدات أو ما تديش مساعدات، أو تكون open check أو تكون مساعدات مشروطة. يجب أن يتغير طريقة تفكير العمل العربي، أنه مش لازم إحنا كلنا بنحب
قطر او احنا كلنا بنحب سوريا او احنا كلنا بنحب الف او باء او جيم او احنا كلنا بنكرهها. يعني فكره التقديس او الشيطانه او العطاء بلا حدود او العقوبات اللانهائيه خلاص دلوقتي، ويجب ان بيكون قرارنا مش فكره الاجماع. يعني حتى على الديانات ما فيش إجماع، فما بالك على ميثاق جامعة الدول العربية. من حق كل دولة أن تراه مناسبا. ومعالي الأستاذ أحمد أبو الغيط قال من ثلاثة أيام، المعنى عودة قطر إلى مقعدها في جامعة الدول عودة العربية سوريا، هذا عفوا عودة سوريا في إلى جامعة الدول العربية في نهاية الأمر، هذا لا يعني أنه ملزم لكل دول. كل دولة حسب رؤيتها وحسب إرادتها وحسب قرارها تقترب أو تبتعد أو تقيم زي ما هي عايزة شكل هذه. إنما أنت شفت مغادرة الأمير تميم طبيعية يعني كانت. أنا هفترض ما هي ما فيهاش غير حاجتين، يعني هو كان عنده ميعاد مسبق فجاء ليحضر، او الاحتمال الارجح من وجهة نظري ان هو لانه كمان في موقف قام به الدكتور بشار لما كان كلمة الرئيس الاوكراني يهاجم الحليف الروسي، انه يعني كان في لحظة غضب نزع الرئيس السوري سمعته من بتاعه وبدا عليه، لكن ما انسحبش من القاع. ففي نهاية الامر يجب أن نتقبل أن هناك مواقف مختلفة، مصالح متناقضة، أطراف تريد وأطراف لا تريد، أطراف تسعى إلى مصالحة وأطراف تسعى إلى نصف مصالحة وأطراف تسعى إلى مقاطعة. كل يجب أن نتعامل ونتكيف مع شكل العالم كله الكبير الجديد وبالتالي شكل المنطقة. ما إحنا جزء من عالم، في الآخر الناس بتتعامل مع بعضها بطرق مختلفة. يعني ممكن يكون في بعض الجلسات الوفد الصيني موجود في السكيورتي كونسل في مجلس الأمن يستمع إلى هجوم شديد من الأمريكان وهو جالس في مكان، وممكن طرف منهم يقوم ويغادر الجلسة محتجا. في النهاية هذه ليست نهاية العالم. يعني إحنا لازم ما نعملش يعني تصعيد درامي لردود الفعل. هذا حق كامل لأن سوريا تاخد مكانها من وجهة نظرها، دعيت فجاءت، خلاص دعيت فجاءت لكي تستلم مكان. وهذا حق كامل لأمير دولة قطر سمو الأمير تميم أنه هو يكون موافق أو مش موافق أو يغادر أو ما يسمعش الكلمة أو يحتاج، هو حر. يعني في نهاية الأمر يجب أن احنا نعرف إزاي نتكيف مع خلافاتنا ومع يعني في نهاية الأمر دايما عندنا تفسيرات تأمرية للأشياء، إن هذا يعني إنه التوافق العربي مش كامل. لا، هو من أول يوم، من أول ما قالوا إن هنرجع العلاقات مع سوريا وقطر من الدول المحتج، وهنا قطر ما ألقتش كلمة، وهنا المغرب من الدول المحتجة عشان موقف قطر من الجزائر والبوليساريو، فالمغرب ما ألقتش كلمة. لكن هل انهار النظام العربي؟ النظام العربي ينهار لو ابتديت تخش بالمال والسلاح طرف ضد طرف، ويحصل التجاذب والاستقطاب الشديد والاحتراب داخل العالم العربي. طول ما الخلاف يا أستاذ عمرو داخل قاعات حوار مهما كان، هذا شيء محمود. مع أنا شخصيا عن وجهة نظري اللي ممكن أكون غلط، لا أراه فيه إشكالية. إمتى يكون فيه إشكالية؟ لما نرفع البنادق على بعض أو نمول بنادق ضد بعض. سؤالي الأخير أستاذ عماد، ماذا تقول للناس اللي كاتبة، يعني المواطنين الشعوب العربية، إنه إحنا مش يعني لا نتقبل هذا الأمر، نرى أنه بعد سنوات طويلة أنه في أيام معدودة قليلة تعود العلاقات مع الجانب السوري؟ يعني ناس كتير أكيد حضرتك بتشوفهم وبتسمعهم من خلال منصات كثيرة ومن خلال شعوب مواطنين يتحدثون على أنه طب يعني يعني كان لازمة العشر سنين اللي فاتوا إيه، أو الاتناشر سنة اللي فاتوا إيه؟ ده سؤال المواطن العربي الآن.
ده دي برضو التراجيديا الشعبية العربية. من حقهم، هم مختلفين وشايفين ان هذا شيء ليس له جدوى او مش مفيد او لن يؤدي الى نتيجة. هذا رأي شعبي، هذا رأي الناس او بعض الناس، هم من حقهم يقولوا لكن العبرة 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 هل إعادة تأهيل سوريا، وده اللي هتكشف عنه الأيام، لأن يمكن يكون كلام الناس ده صح أو كلام الناس ده غلط أو جزء منه صح أو جزء منه غلط. العبرة بالنتائج، هل الاحتراب مع سوريا وصلنا لفين؟ دلوقتي مهما كان أنت مختلف مع نظام الرئيس الأسد، بتحبه وبتكرهه وشايف أنه على يده دم، مش شايف على يده دم، شايف أنه هو كده كان هو ضد الإرهاب، شايف أنه هو اللي صنع الإرهاب، كل هذه قضايا كلها يبطل مفعولها الآن، ونقف أمام سؤال رئيسي مهم. هل حينما نطالب الرئيس الأسد بإجراءات تصحيحية مقابل أن احنا نعيد تأهيله، ومقابل أن احنا النظام العربي يقف بجانبه، النظام الإقليمي العربي يقف بجانبه ويعيد تأهيل سوريا ويساعد سوريا، هل ذلك سيكون خطوات للأمام مع سنة 2 3 4، ولا استمرار المقاطعة وترك الفراغ وترك سوريا نهبا لإيران وترك سوريا نهبا لروسيا وترك سوريا نهبا للأفكار العثمانية بتاعت رجب طيب أردوغان؟ ما هو في النهاية هناك لحظة صدق يثبت التاريخ بالوقائع أنه هو، هل القرار اللي اتخذ كان مفيدا ولا مضرا، كان صوابا أم كان خطأ؟ الأستاذ عماد الدين أديب، دائما يعني حضرتك بتقدر تعمل تحليلات عميقة جدا، لأنك بتبقى موجود في مكان الحدث في وقت طويل، وبتقدر تعمل مقابلات مع مصادر كثيرة، فبتبقى فرصة أن حضرتك تخصنا بكل هذه المعلومات. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شكرا لك. شكرا لحضرتك، شكرا.